السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. مخزون حضرموت وتسويق مأرب تفجر خلافات داخل الرئاسي. وإلى التفاصيل. فجر مخزون النفط وتسويقه محليا اليوم الأحد أزمة جديدة بين شركاء السلطة الموالية التحالف جنوب وشرق اليمن وسط تصاعد المخاوف من إفلاسها. وكشفت مصادر في حكومة بن مبارك اتساع رقعة الخلافات بين العليم والانتقالي وسلطان العرادة وفرج البحسني. ومن ضمن الخلافات قرار العرادة تقليص حصة عدن من الوقود إلى 4 قاطرات بدلا عن 10 يوميا، والسبب يعود وفق المصادر إلى قرار شركة النفط في عدن منع بيع الوقود المحسن القادم من مأرب في المحافظات الجنوبية والغربية بذريعة أنه غير صالح. وأوضحت المصادر بأن الانتقالي حاول عبر حكومة بن مبارك السيطرة على نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام لا يزال محتجزا بخزانات المسيلة إثر قرار صنعاء منع تصديره، لكن القيادات الحضرمية رفضت توجيه هذه الكمية إلى عدن باعتباره خاص بحضرموت، واشترطت عملية شراء مازوت وديزل لكهرباء حضرموت مقابل نقله إلى عدن. وتأتي هذه الصراعات في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي عن أزمة تعصف بحكومة عدن مع فقدانها ما تبقى من إيرادات كانت قادمة عبر البحر الأحمر متوقعا انهيارها قبل نهاية العام. وتشير هذه التحركات إلى محاولة كل طرف تأمين حصته من الإيرادات تحسبا لتقشف قد يطال تلك القيادات في ظل توقف الدعم السعودي الإماراتي لها. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.